تعيش النيجر واقعا يهدد بإشعال منطقة الساحل الإفريقي منذ الشهر الماضي بعد أن نفذ رئيس الحرس الجمهوري قلابا عسكريا على الرئيس المنتخب محمد بازوم، وتتزايد التوقعات باندلاع حرب محتملة، ما أثار مخاوف دولية من فقدان مادة اليورانيوم في أوروبا بعد تعليق الدولة الإفريقية تصدير اليورانيوم إلى فرنسا. كيف لا وهي تعد سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم، وهو يمثل ما يعادل 5% من صادرات اليورانيوم العالمي، وتعتبر ثاني أكبر مصدر لدول الاتحاد الأوروبي بعد كازاخستان. لكن هل هذا يعني أن ثمة تهديداً فعلياً على الصناعات الأوروبية والاقتصاد العالمي؟ كشف تقرير للمركز العالمي للدراسات التنموية في لندن أنه من المستبعد أن يؤدي انقطاع صادرات النيجر من اليورانيوم إلى ارتفاع الأسعار على المدى القصير، لأن معظم الدول التي تعتمد في صناعتها النووية عليه لديها مخزون يكفيها لأشهر، فضلاً عن أن إجمالي احتياطات اليورانيوم بالاتحاد الأوروبي الذي بدوره يستمد ربع احتياجاته من الكهرباء من الطاقة النووية يكفي لثلاث سنوات. هذا يعني أن لا داعي للقلق والهلع في الوقت الحاضر، لكن يبقى الخطر موجوداً، فأهمية النيجر لا تقتصر على صادرات اليورانيوم وحسب، خصوصاً أن لا بديل أمام أوروبا سوى اللجوء إلى إمدادات الغاز المستورد من إفريقيا في ظل الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة.